السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة التناصح. أصدرت سرايا الدفاع عن بنغازي بيانا أعربت فيه عن تعجبها من تصريح وزير الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغتي وترحيبه بالتدخل الفرنسي، متجاهلا رأي المواطنين الذين خرجوا في الساحات منددين بهذا العدوان. وأضافت السرايا في بيانها ردا على البرغتي قائلة إن محاولة تشويه سرايا الدفاع عن بنغازي ورميهم بالإرهاب تعد تهمة مستهلكة وحيلة مفضوحة لم تعد تنطلي على أبناء ليبيا، مشيرة إلى أنها قد أصدرت بيانات في السابق على عدم تبعيتها لأي حزب أو جماعة داخل ليبيا أو خارجها. قال القائد الميداني بسرايا الدفاع عن بنغازي مصطفى الشركسي لقناة التناصح أن الطائرات التي قصفت السرايا في المجرول لم تكن طائرات فرنسية فقط، بل شاركت طائرات مصرية، وذكر أن السرايا ستثبت ذلك. الشركسي ذكر أن وزير الدفاع بالحكومة المقترحة متهم بقتل الثوار في مدينة بنغازي، وتم وضعه في مكان أكبر من حجمه، واصفا الأمر بالعجيب حسب ما ذكر. وأضاف أننا لم نقدم شهداء في ثورة فبراير لنقبل بقصف الطائرات الأجنبية على الثوار. أفاد مصدر إعلامي مقرب من مجلس شورى ثوار بنغازي بتجدد الاشتباكات بين قوات الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر في محوري الجوارشا وغاريونس. المصدر قال إن الاشتباكات تركزت على محور شارع الشجر بالمنطقة، مضيفا أن قوات الثوار لا زالت تسيطر على تمركزاتها بالمحور. وأكد المصدر تحليق طيران أجنبي فوق مناطق سيطرة شورى الثوار، مؤكدا بعدم وجود أي قصف من قبل الطيران. قال مصدر إعلامي من مدينة سرت إن قوات الثوار سيطرت على مقر ما يسمى بإدارة التفخيخ والتصنيع التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. المصدر قال إن مقر الإدارة هو أكبر المراكز التابعة للتنظيم الذي يتم فيه تجهيز السيارات المفخخة، مضيفا أن هذه السيطرة جاءت بعد التقدم والسيطرة على الجزء الأكبر من حي الدولار في المدينة. هذا وكانت قوات الثوار قد سيطرت نهاية الأسبوع الماضي على حي الدولار وتقدمت من المحورين الجنوبي والغربي إلى وسط المدينة. وفي الخبر الأخير، حيث نظم عدد من أفراد الجالية الليبية في بريطانيا وقفة احتجاجية، وذلك أمام السفارة الفرنسية تنديدا بالعدوان الفرنسي على ليبيا. المحتجون طالبوا بعدم دعم مجرم الحرب حفتر في حربه على الثوار في ليبيا، مؤكدين أن حفتر وأولاند هما سبب الدمار في ليبيا. ورفع بعض المحتجون شعارات طالبوا فيها برحيل وإسقاط المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية. ختام الموجز في أمان الله.